مساء الخير، أهلا بكم إلى أخبار الظهيرة. متابعة للحركية التنموية والاستثمارية التي تعرفها ولايات الوطن، نستضيف اليوم والي ولاية ورقلة للحديث عن آليات تنفيذ توجيهات الحكومة لخلق الديناميكية وتحقيق مزيد من الجاذبية والتأسيس للا مركزية القرارات، تحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار. فما هي مؤهلات ولاية ورقلة لتحقيق الجاذبية وجعلها قطبا اقتصاديا إلى جانب تثمين المؤهلات السياحية والفلاحية، توفير مناصب الشغل بولاية حدودية وتحسين الإطار المعيشي في صلب الاهتمامات، فما هي مجالات التحسين طبقا للاحتياجات والإمكانات؟ ماذا بعد رفع التجميد عن المستشفى الجامعي وبعد ترامواي ورقلة تطلع إلى تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين توغرت وحاسم سعود؟ أين وصلت الدراسات التقنية؟ السكن من بين الانشغالات، كيف يسير الملف بالولاية؟ وماذا بخصوص تقريب الإدارة من المواطن وإشراكه في التنمية؟ هي محاور أخرى للنقاش مع والي ولاية ورقلة السيد عبد القادر جلاوي. في محلية اليوم حديث عن تربية المائيات ببشارة، الاستثمارات والقدرات الإنتاجية والتصدير إلى الخارج، والبداية كالعادة موجزا لأهم الأنباء من تقديم محمد تريشين. مساء الخير محمد، تفضل. مساء الخير وسيلة، وأهلا بكم مشاهدينا إلى موجزية ثالثة بعد الفاصلة. بداية يواصل الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة بتفقده لبعض وحدات الناحية وتدشين بعض المرافق والهياكل الهامة. السيد الفريق كان قد ترأس مساء أمس رفقة لواء عمار عثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة اجتماعا ضم قيادة وأركان الناحية وقادة القطاعات العملياتية وأركاناتهم وكذا قادة الوحدات وهياكل التكوين، واستمع خلاله إلى عرض شامل قدمه لواء نائب قائد الناحية تضمن الوضع العام والحالة الأمنية بإقليم الاختصاص، ليلقي بعدها السيد الفريق كلمة توجيهية ذكر خلالها بالإنجازات التي حققتها الجزائر على أكثر من صعيد، مؤكدا أن الشعب الجزائري الذي قهر الاستعمار البغيض وتصدى بقوة للإرهاب الأعمى سيعرف كيف يواجه مختلف التحديات. كما قام السيد الفريق صبيحة اليوم بمعية لواء عمار ثامنية قائد الناحية العسكرية الخامسة ولواء رشيد جواقي مدير الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني بتفقد مركبي العربات المدرعة المدولبة بعين سمارة راين ميتال الجزائر في البداية. وبعد مراسم الاستقبال قام السيد الفريق بتدشين معهد التكوين في تقنيات السيارات والمحركات التابع لمجمع ترقية الصناعات الميكانيكية، وهو المعهد الذي يتولى تكوين تقنيين ومهنيين لفائدة جميع وحدات الصناعات الميكانيكية التابعة لهذا المجمع. إثر ذلك تبع عرضا قدمه المدير العام للمجمع ليطوف بعدها بمختلف المرافق البيداغوجية للمعهد وطلع على مسار التكوين المعتمد به. بعد ذلك قام سيد الفريق بزيارة إلى ورشات شركة راين ميتال الجزائر التي تتولى تصنيع عربات مدولبة سداسية الدفع فوكس 2 والتي ستشغل عند بلوغها طاقتها الإنتاجية القصوى قرابة 1000 عامل من شباب المنطقة والمناطق المجاورة من مهندسين وتقنيين، وهو ما يساهم في التقليص من حدة البطالة ويزيد من مساهمة الجيش الوطني الشعبي في ترقية الصناعة الوطنية وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل للبلاد والحد من التبعية للخارج. في إطار تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعمله، أشرفت اليوم رئيسة المجلس فافا سيد الأخضر زروقي على تنصيب أعضاء لجنة متابعة تنفيذ أجندة 2030 و2063 للتنمية المستدامة، حيث ستعكف هذه اللجنة الفرعية على إعداد تقارير وتوصيات في المجالات الاجتماعية والثقافية والبيئية. تم اليوم إطلاق أول بث إذاعي عبر أمواج الساتل الجزائرية الكومسات 1 بالإذاعة الوطنية القناة الثالثة الناطقة بالفرنسية. العملية كللت بنجاح تام وسمحت لي المواطنين بمتابعة حصة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة والذي يحمل شعار حوار تسامح وسلام عبر الكومسات 1 من منطقة الكويف بولاية تبسة.
عقد اليوم مجمع عسناوي ونيسان موتورز ندوة صحفية تم خلالها الإمضاء على وثيقة اتفاق لإنشاء مصنع لسيارات بغرب الجزائر. المصنع سينتج 63,500 سيارة سياحية ونفعية سنويا، كما سيوفر المشروع 1800 منصب شغل مباشر مع ضمان التكوين للعاملين، ويساهم في تطوير شبكات المناولة. وستبلغ قيمة الاستثمار 160 مليون دولار، وسيتم توسيع شبكة التوزيع لبلوغ 45 نقطة بيع عبر الوطن. وسيقوم مصنع نيسان بإنتاج 4 نماذج وبطرازات جديدة وبأحدث التقنيات الذكية، ويمكن تسويقها خارج الوطن. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم الإرهابي المسمى بنبيلة عبد الله والمكنى أبو عبد الله نفسه أمس للسلطات العسكرية بتمرة. الإرهابي التحق بجماعة الإرهابية سنة 2017، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف ومخزنا ذخيرة مملوءان. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من تمرست وبرج بجي مختار وجنت 32 منقبا عن الذهب ومهربين اثنين، وضبطت 5 شاحنات ومركبتين رباعيتي الدفع و91 مولدا كهربائيا و46 مطرقة ضغط وكمية من الوقود وكمية أخرى من خليط الحجارة وخام الذهب وأغراض أخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 5 تجار مخدرات بحوزتهم أكثر من 35 كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من البليدة وتلمسان وسيدي بلعباس، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته 3 طائرات دون طيار بغردهية، كما تم توقيف 26 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وتلمسان والأغواط. في الرياضة وفي كرة القدم وبرسم الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية، يواجه اليوم نصر حسين داي نادي الزمالك المصري بملعب برج العرب بالإسكندرية، وهذا ابتداء من الساعة 8 مساء. نهاية الموجة، شكرا على المتابعة، ألقاكم في تمام الرابعة بحول الله. أعود إليك وسيلة. شكرا محمد، نلتقي بك في تمام الساعة الرابعة بإذن الله وموجز آخر للأنباء ترقبوه مشاهدينا الكرام. متابعة للحركية التنموية والاستثمارية التي تعرفها ولايات الوطن، نستضيف اليوم والي ولاية ورقلة السيد عبد القادر جلاوي للحديث عن آليات تنفيذ توجيهات الحكومة لخلق الديناميكية وتحقيق مزيد من الجاذبية والتأسيس للمركزية القرارات، تحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار. فما هي مؤهلات ولاية ورقلة لتحقيق الجاذبية وجعلها قطبا اقتصاديا إلى جانب تثمين المؤهلات السياحية والفلاحية؟ كيف تتم عملية تطهير العقار الفلاحي ومكافحة التعدي على العقار العمومي؟ توفير مناصب الشغل بولاية حدودية وتحسين الإطار المعيشي في صلب الاهتمامات، ما هي مجالات التحسين طبقا للاحتياجات والإمكانات؟ ماذا بعد رفع التجميد عن المستشفى الجامعي وبعد ترامواي ورقلة، تطلع إلى تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين توجرت وحاسي مسعود، أين وصلت الدراسات التقنية؟ ماذا عن ملف السكن وإشراك المواطن في التنمية؟ للحديث عن هذه المحاور وأخرى، نسعد باستضافة ولي ولاية ورقلة السيد عبد القادر جلاوي الذي ينضم إلينا مباشرة من محطة ورقلة الجهوية. مرحبا بكم سيدي الوالي، وشكرا على تلبية دعوة البرنامج. لكم كل السلام ومن ولاية ورقلة. شكرا جزيلا سيدي الولي. اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولايات خلص إلى توصيات تمثل ورقة طريق عمل الإدارة المحلية لخلق مزيد من الجاذبية والديناميكية وتشجيع الاستثمار وتحرير المبادرات فضلا عن تعزيز المركزية. ما هي آليات وتدابير تجسيد توصيات ومخرجات اللقاء؟ حقيقة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، وبعد انعقاد في الجزائر
الحكومة التقينا الولاة بالحكومة، وكانت هناك تعليمات يعني من أجل تجسيد اللامركزية في الميدان، وهذا بالتعاون مع كل المتفاعلين من منتخبين ومن يعني مسؤولين، ودائما لخدمة المواطن. إذن نحن ميدانيا يعني بعد كل التسهيلات التي أعطيت لنا وبعد الاقتراحات اللي قدمناها، وبدأت يعني بوادر ودفع لتطبيق اللامركزية ميدانيا، مما سهل على المنتخبين وعلى الفاعلين في الميدان لتجسيد التنمية المحلية لفائدة مواطنات والمواطني الولاية. ففي هذا الإطار يعني هناك نعم تفضل سيدي الولي، نحن في الاستماع. ففي هذا الإطار يعني هناك برنامج طموح اللي ونحن في على يعني في الشهور الأولى يعني السنة سنة 2019، يعني هناك مشاريع مهمة جدا سيتم تجسيدها في الميدان، ولعل يعني ما قمنا به الأسبوع الماضي بتوغرت وغدا إن شاء الله بورقلة الكبرى ويوم السبت بدائرة الحجيرة، يعني أعطينا سلمنا كل المقررات وكل المشاريع التي يعني هذا التي استفادت منها بلدية الولاية. نعم. وهذا بعد الخرجات الميدانية. نعم. وبعد الميدانية فيما بعد سيدي يعني الوالي، وفقا للتوجهات العامة للسياسة التنموية الوطنية، وضعتم توجها أساسيا لنشاطكم بالولاية لجعلها قطبا اقتصاديا بامتياز، فضلا عن قطاع المحروقات، ما هو خط السير وما هي الاستراتيجية التي وضعت لتجسيد هذا التوجه؟ ما هو الجديد عندكم بالأساس سيدي الوالي؟ شكرا. فيما يخص يعني كما قلت لتجسيد كل هذه البرامج، ولكن اعطينا يعني بفضل هذه المركزيه والتسهيلات التي قدمتها الحكومه يعني اللي قدمتها للمستثمرين وغيرها، يعني اول ما قمنا به وهو اولا معرفه ما هي كل الـ يعني الـ وين يكون الاستثمار في كل بلدية. قمنا بدراسة مع مكتب الدراسات التابع لوزارة الداخلية سينياب، واعطتنا كل المؤهلات لكل بلدية، وهذا سمح لنا باش نجسدوا في الميدان استثمارات مهمة جدا. ومن بين نجم نعطيكم عدد هذا الاستثمارات، هو أنه 213 مشروع صناعي انطلق في الميدان، و44 مشروع وضع في الإنتاج، و50 مشروع سيوضع في الإنتاج خلال سنة 2019، وكذلك 117 مشروع اللي رايح رخصة البناء موجودة اللي رايح يعرف انطلاقها في الميدان. كل هذه المشاريع التي مست كل القطاعات بناء على المؤهلات التي تعرفها كل بلدية، يسمح لنا إن شاء الله بخلق مناصب شغل كبيرة، وكذلك هذه هي الخطة اللي قمنا بها في تجسيد هذه البرامج الاستثمارية. إلى جانب ذلك هناك مشاريع تاع مناطق صناعية عبر الوطن، ومن بينها منطقة حاسي بن عبد الله اللي تتربع على 500 هكتار واللي جاية يعني قرب المطار عين البيضاء بورقلة، واللي رصدت له أموال بعدما كان عرف يعني تأخر على المستوى الوطني في الانطلاق كل هذه المناطق الصناعية. لما أسندت لنا يعني التسيير تاع هذا المناطق الصناعية، سمحت لنا الآن باش نختاروا المقاولات ورايحين نبداو فعليا في التهيئة تاع هذه المنطقة الصناعية اللي تربع المهمة بالنسبة لولاية ورقلة، واللي تسمح لنا باش نجسدوا مشاريع يعني
خارج قطاع المحروقات، لأن كما تعرفوا ورقلة معروفة بالمنطقة الصناعية تاع حاسي مسعود ولا لمنطقة بترولية، ولكن الآن هذه المشاريع اللي تكلمت عليها وهذه الأرقام اللي أعطيتها يعني رايحة تعطي دفع جديد بالنسبة لولايتنا. هذا كي نتكلموا على الاستثمار الصناعي. نعم. إذا جانب ذلك النقطة الثانية اللي اعطيناها باش نخرجوا خارج قطاع المحروقات في ميدان الاستثمار وهو الاستثمار الفلاحي. نعم. ففي ميدان الاستثمار الفلاحي كما تعرفوا معروفة ورقلها بشمسها ومعروفة ورقلها بالآبار المياه، يعني وجود المياه اللي تسمح لنا باش نديروا الفلاحة. عندنا عدة أقطاب فلاحية ومن بينها هذا القطب كذلك في حاسي مسعود وفي الحجيرة وفي نقوسة وغيرها، هذه سمحت لنا باش نجسدوا أكثر من 2000 مستفيد اللي استفاد بمساحات فلاحية اللي تسمح لنا باش هذ المستثمرين اللي انجزنا لهم العقود تاعهم ومدينا لهم لي زوتوريزاسيون باش يديروا الابار اللي يسمحوا باش يعرفوا كذلك انطلاقه في الميدان. هذا الى جانب ما قدمناه للشباب، لان حتى الشباب عنده دايرين لهم مناطق يعني اللي خاصه بهم، ولكن هما نحاولوا قدر الامكان باش نوصلوا لهم الكهرباء وباش يعني نحفروا لهم الابار بفضل اعانات الدوله وبفضل برنامج فخامه رئيس الجمهوريه، وهو اللي يسمح لنا ان شاء الله كذلك في ميدان الاستثماري الاستثمار الفلاحي باش نعطيوا له دفع قوي. وهذا اللي الاستثمار الصناعي زائد الاستثمار الفلاحي، اولا باش نخلقوا مناصب شغل، وثانيا باش يعني يكون هناك يعني انتاج لا باس به. وشفنا في السنوات الاخيره كيفاش هناك انتاج في الحبوب، انتاج في الذره، انتاج في حتى في الزيتون. نعم. وحتى في تربيه المائيات، لان كما تعرفوا منطقه حاسي بن عبد الله كان هناك احواض مائيه وتربيه اسماك، وكانت هناك يعني تجربه مع في تربيه الجمبري، وكذلك هناك مستثمر اللي نجح في باش يدير 80 طن من السمك في تربيه المائيات. نعم. وكاين الكثير من الفلاحين اللي استعملوا هذا. عفوا سيدي الولي، سنعود لهذه النقاط بالتفصيل نقطة نقطة. تمت الموافقة على بعث العديد من المشاريع الاستثمارية كما أشرتم، ما هي المعايير، ما هي المدخلات، ما هي الأساسيات التي تؤخذ بعين الاعتبار في ولاية ورقلة لبعث النشاطات والاستثمارات وتحديد الأولويات؟ احنا اللي يحب يستثمر في ولاية ورقلة مرحبا به، لأن العقار راه متوفر فيما كسوسوا في سواء في ميال الاستثمار الفلاحي ولا في الصناعي. المعايير اللي ناخذوها بعين الاعتبار، خلي الشباب نعاونوهم ولو ما تكونش عندهم يعني ما تكونش عندهم يعني اموال باش يجسدوا المشاريع تاعهم خاصه فيما يخص الاستثمار الفلاحي. نحاولوا نعاونوهم بايصال الكهرباء وبايصال يعني حفر الماء، ولكن المستثمرين اللي يجونا لازم يكونوا عندهم اموال. الكثيرين اللي راهم دروك في الفلاحه يعني هما ناجحين في مشاريعهم في ميدان الاشغال العموميه، وفي ميدان يعني كاين منهم مستثمرين يعني في ميدان السكن ويعني مقاولين، وكاين هما اللي راهم عندهم اموال، هما اللي راهم اتجهوا للفلاحه ولا اتجهوا للصناعه ولا اتجهوا للترقيه العقاريه. يعني الاولى واش نشوفوه هو نشوفوا القدره الماليه والمؤهلات تاعهم، وكذلك يعني بهكذا نتفاعلوا باش نتفاعلوا في الميدان معاهم وباش نشوفوا المساحه اللي نمدوا لهم خاصه في الاستثمار الفلاحي على حساب يعني القدره اللي عندهم والمؤهلات اللي عندهم باش تسمح لهم باش يستثمروا في هذا الميدان. ولكن يعني ما عندناش اولويه، ما نديروش يعني نديروا انتقاء بارابور يعني للقدره الماليه اللي عندهم ومدى استجابتهم في تجسيد المشاريع.
ولكن ما عندناش يعني احنا ما نخيروش في هذا الشيء. ما اللي يحب يجي العقار موجود ومتوفر وما عليه الا يجي. وكان خدمات كذلك دي ستاسيون سيرفيس، كاين دي سونت كوميرسيو يعني وغيرها، لان هذا كي قلت هذه المشاريع اللي اعتمدنا عليها ما فيهاش فقط غير المصانع، فيها مصانع وفيها خدمات، خدمات اللي يسحقها المواطن واللي تساهم، كسوسوا دي كلينيك بريفي كما شفنا، ولا كسوسوا دي سونت كوميرسيو، ولا غيرها من المشاريع تاع الخدمات، ولا مشاريع تاع الانتاج. حتى عندنا مشاريع اللي في الكلور، انتاج الكلور، انتاج الازوت وغيرها، لان المنطقه البتروليه تاعنا تسحق الكثير من يعني تسحق كثير من المصانع اللي ترافقها باش في الانتاج تاع البترول. هذا زياده على كل الانتاج اللي نسحقوه، لان كما قلنا كاين فلاحه لابد لها هناك من مصانع وغيرها اللي تستعمل في اطار في هذا الاطار. نعم سيدي الوالي، ولايه ورقله شهدت فيها السنوات الاخيره قفزه في انتاج الحبوب، ما هي المحفزات التي تم تقديمها للمستثمرين في هذه الشعبه، وهل الرش المحوري شكل دافعا قويا؟ نعم حقيقه، لماذا نجحت الفلاحه في هذه المناطق؟ لأنها في هذه المنطقة، لأن هو وجود المياه خاصة المياه الجوفية وكذلك الرش المحوري، وهذه اللي سمحت يعني باش الفلاحين باش ينجحوا في هذا الإطار. وكذلك الكثير راهم منهم حتى في الطاقة الشمسية كذلك راهم متجهين لهذا في هذا الإطار، يعني باش يستعملوا الطاقة الشمسية في البرامج تاعهم اللي يقوموا بها، كسوسوا في الفلاحة ولا في ميادين أخرى. حتى في الإنتاج تكلمت في الاستثمار، حتى الاستثمار في الطاقة الشمسية كذلك، هناك حوالي 4 مناطق راهم يجيو المستثمرين ويشوفوها، لأن هذا تاع الإنتاج تاع الطاقة الشمسية راهي يعني لأنها سبيسياليتي اللي تتكلف بها وزارة الطاقة، وعليه يعني اخترنا عدة مناطق هنا في بولاية ورقلة، وراهم يجيو المستثمرين باش يشوفوها، لأن هناك انتقاء اللي راهي تقوم به وزارة الطاقة لتنتقي المستثمرين في هذا الميدان. الولاية ضمن منتوجاتها زراعة الزيتون، ماذا قدمت هذه التجربة وهذه الشعبة، وهل هنالك مقومات لنجاحها بالنظر إلى الخصوصيات المناخية للمنطقة سيدي الوالي؟ نعم، حتى في الزيتون ولكن ليس بكثرة، مازال هذا المستثمرين الجدد اللي جاونا هما اللي رايحين يديروا الحبوب ويديروا الزيتون وغيرها، ولكن هناك بعض المستثمرات اللي نجحت هنا، مثلا المستثمر بن ساسي اللي نجح في منطقة حاسي بن عبد الله، ويعني راه يقوم حتى يعني أشغال بتقنيات حديثة حتى في قطف الزيتون وغيرها، وعندهم يعني المصنع هما اللي يديروا يعني بعد جني الزيتون، يعني هناك المصنع تاع الزيت راه موجود في المزرعه وفي المحطه تاعهم، ولكن مازال عمل كبير اللي نقوموا به باش يكون انتاج تاع الزيتون يعني اكثر مما عليه الان. يعني ما راني قلت باللي هناك عده استثمارات رايحه تكون، ولكن المستثمرين اللي نجحوا راهم ما راهمش كثير الان. هادو اللي مدينا لهم، لان كانت هناك عمليه تاع انا لاسينيسمون يعني تاع كاين بزاف اللي خضعوا في 2012 وغيرها، كاين الكثير منهم اللي تحصلوا على مستثمرات وتحصلوا على هكتارات من الاراضي ولكن ما عملوهاش. اذا كانت هناك عمل كبير قمنا به، واستطعنا يعني استرجاع مساحات يعني لا باس بها، باكثر من 400
هكتار اللي رجعناها يعني باش مديناها المستثمرين واحد اخرين. نعم. اللي هي لاسينيسمون تاع الفونسي اغريكول كما كان كذلك لاسينيسمون تاع الفونسي اندستريال اللي قمنا تطهير العقار الفلاحي. اقول تطهير العقار الفلاحي العمليه التي مست مختلف بلديات الولايه ومكنت من استرجاع مساحه معتبره. هل ما زالت العمليه متواصله في سياق متابعه وضعيه الاراضي الممنوحه في اطار الامتياز الفلاحي؟ تم استرجاع حقيقة، تم تطهير هذا التطهير الفلاحي، قمنا باسترجاع يعني مساحات وما زالت العملية متواصلة، ولكن كي بدينا نسترجعوا يعني ولاو الناس ما تافونتوريش في هذا، يعني ما اللي ما عندوش قدرات واللي ما شمع واللي يخدم ما راحش يجي باش يقول لك اعطيني. في السابق كانت هذه العمليه وكانت هناك يعني في الاول بالك اللي ما كانوش عارفين بالكيفيه يعني الاستثمار في هذا الاطار وغيرها، لذا عرفت بعض المشاريع تأخر كبير وهنا ما سنيناهمش. عملنا عملية تطهير لهذا العقار الفلاحي واللي سمحنا بذلك هي القوانين، هي بعض التسهيلات من الحكومة، وهذه كانت اقتراحات قدمناها في الورشات اللي قمنا بها مع الحكومة، وقدمنا اقتراحات في هذا المجال. قال ما نجموش نجوزوا على يعني على القضاء وغيرها باش على التريبيونو ادمينستراتيف وغيرها باش نسترجعوا هذا العقار، يعني لي اي دي فاسيليتاسيون تسهيلات في هذا الاطار مما سمح لنا باسترجاع العقار مباشره. نعم. ولاية ورقلة سيدي الوالي رائدة في تجسيد بعض المشاريع الاستثمارية في مجال تربية المائية، تحديدا تربية الجمبري في المياه العذبة وأعلافه، وكانت الولاية محل زيارة لوفد كوري مؤخرا. ما هي تطلعات الولاية في هذا التخصص، وهل أن كل عوامل النجاح متوفرة؟ نعم، يعني هذه كما نقولوا احنا ماناش يعني متطورين كثير في تربية المائيات، يعني كاين بعض الأمثلة يعني بعض النماذج اللي نجحت ومن بينها النموذج هذا تاع الجزائري الكوري الجنوبية بحسب بن عبد الله في مشتلة لتربية الجمبري، ومازال العمل راهم يعملوا في هذا الإطار ويعملوا حتى بالتنسيق مع مشتلات واحدة أخرى اللي موجودة بسكيكدا وغيرها، وإن شاء الله يكون نجاح وتكون يعني مشاريع كما هي مماثلة لهذا المشروع النموذجي، ولكن ما نجموش نقولوا باللي قفزنا قفزة نوعية في هذا الإطار. مازلنا سكونابيل ديفلوبمون انتجري، يعني كاين بزاف الفلاحين اللي راهم يربوا هذا السمك اللي يربوه يديروا سكون ابل ان ديفلوبمون انتيغري، يعني لاغريكولتور يديروا الفلاحه ومعها يديروا يعني التربيه تاع الاسماك وغيرها في الابار اللي عندهم وغيرها. هذه اللي اعطت يعني ولات سنه يقوموا بها الفلاحين ويحاولوا باش يكون هناك ادماج ما بين الفلاحه وما بين تربيه الاسماك. نعم، ولكن ما زلنا في هذه هناك 5 ملفات قيد الدراسة في عند مديرية عند المديرية اللي راهم قيد الدراسة، و11 طلب استثمار في مجال تربية المائيات. نعم. نظرا لنجاح هذه المشاريع اللي قام بها مستثمر مولاي اللي عنده 80 ينتج 80 طن من السمك، هذا النجاح سمح باش يكون هناك يعني طالب في هذا، ولكن ما راهيش بكثره يعني. نعم. وما راهيش. نعم. حاجه وصلت كبيره الفكره يعني بشكل جيد. من التحديات المفروضه على المسؤولين المحليين التشغيل، القضيه التي اثارت موجات غضب، ما هي المقاربه والتدابير المعتمده لرفع التحدي والاستجابه لهذا المطلب؟ نعم، رفع التحدي هو كل ما نتكلموا عليه، لان الشغل ما يكونش غير في المؤسسات تاع الوطنيه ولا في المؤسسات البتروليه. كي نقولوا استثمار هو خلق مناصب شغل، وهذه اللي راح يساهم
سواء في الفلاحه ولا في الصناعه ولا غيرها، ولكن رغم هذا مازالت المؤسسات الوطنيه ومازالوا مناصب شغل اللي راهم متوفرين. نعطي برك بعض الارقام، يعني من 15 ديسمبر الى يومنا هذا عندنا اكثر من 3285 منصب اللي مازال ما دخلوش يعملوا، ولكن هذه المناصب راهم فيها دي تيست وغيرها، يعني فيها امتحانات وفيها انتقاء باش ياخذوا الشباب وخاصه شباب المنطقه. هذا الى جانب 500 منصب اللي وفرته رايحه توفره السوناتراك، وكان هناك امتحان خاص غير بابناء المنطقه. نعم. وهنا التعليمات راهي صارمه في هذا الامر، وكاين هناك كان هناك يعني عامل اللي قمنا به، وكاين هناك حتى يعني مدراء جدد اللي جاوا خاصه المدير الولائي للوكاله العقاريه، لان فيها كانت بعض المشاكل اللي تخبط فيها، ولكن حنا نقولوا باللي مازالوا المناصب الشغل اللي رايحين اللي راهم توفروا رايحين نوفروهم في 2019. نعم. رايح نعقد اجتماع في 15 يوم، خلال 15 يوم اللي جايه، ونعقد اجتماع مع كل المؤسسات البتروليه والمؤسسات اللي تعمل في حسيم سعود وفي المنطقه المجاوره مع المدراء الموارد البشريه باش يعطونا عدد المناصب اللي رايحين يخلقوها في 2019. وأنا على يقين بأنها كثيرة وكثيرة جدا، نظرا للمشاريع الاستراتيجية اللي قامت بها السوناتراك والمؤسسات التابعة لها. والرئيس المدير العام تاع السوناتراك راه يعمل معنا في هذا الإطار، والأسبوع المقبل اللي يكون هنا بحسيم سعود، وراه يعطي دفعة قوية لخلق المناصب الشغل بالمؤسسات. ودائما دائما نعطي الأولوية لأبناء المنطقة. نعم. وما كانش واحد يدخل لو كان ما نعطيش المؤسسات باش تريكريتي يعني باش دير انتقاء تاع اطارات ولا عمال خارج الولايه، لازم نعطي الموافقه تاعي. كيفاش انا نعطي الموافقه تاعي؟ عندي لجنه اللي تدرس تشوف هل عندنا مثلا مؤسسات تاع الطيران تحب تريكريتي دي بيلوت ولا دي زوتيس. ما تنجمش تريكريتي، لا عندنا احنا هذا، لا عندنا مثلا طيارين هنا اللي من ابناء المنطقه، الاولويه لهم. كي نشوفوا ما عندناش هذا لي ديبلوم ولا لي ديبلومي في هذا التخصصات، فما نعطي الموافقه باش ينجموا ينتقيو باش ينجموا يريكريتيو اور ولايه. إذن في هذا الاطار رانا نعملوا بكل صرامه من اجل تطبيق قوانين القوانين اللي والتعليمات اللي أعطيت في هذا الإطار خاصة في ميدان التشغيل. نعم. ولكن الشباب يعني يستنى الكثير ويستنى باش ماذا به كل واحد يكون هو الأول باش يتريكريتا، سي نورمال، ما نجموش نقضيو نهائيا على الـ على الـ يعني البطالة في بمرة يعني واحدة هكذا، لا، تتطلب تعقل وتتطلب يعني تتطلب كونترول ريغورو، مراقبه، تتطلب مراقبه على المؤسسات. حتى مفتش العامل، راه هناك مفتش عامل جديد، يعني رانا جبنا اطارات جدد باش نظرا للنقائص اللي شفنا في اللي كانوا يسيروا في الوكاله وفي المؤسسات التابعه ولا الاداره اللي تتابع وتراقب وتنظم هذا لي ريكروتمون نيفو دو الولايه. نعم. من بين المطالب ايضا سيدي الوالي السكن، وعدتم بتوزيع 3000 وحده سكنيه قبل نهايه السنه المنصرمه، هل اكتمل نصابها؟ وما هي الحصص القريبه؟ وما هي أيضا تدابيركم في التأكد من أحقية المستفيدين وإنصاف الطالبين؟ 3000 السكنات تاع السوسيال، لأن هناك إعانات في السكن الريفي، وهناك إعانات في الترميم البنايات، وهناك إعانات في عقود ملكية للتجزئات العقارية وغيرها. واش وعدت السكنات المبلغة والموزعة 3280، ولكن
ما زالت الالف تاع وارقلا وال200 وحوالي 260 تاع رويسات اللي مازال ما توزعتش، والقوائم راهي قيد رانا راها لرئيس الدائره واللجنه المكلفه بهذه راهي تعد راهي تتحضر في القوائم وستنشر عن قريب ان شاء الله. اذا ما عدا وارقلا والرويسات ما وعدت به نفذ في الميدان، وما زلنا ان شاء الله نوزع اكثر من هذا في السنه 2019، لان عندنا حوالي 4250 ساكن اللي يفوت 60% اللي رايحين نوزعوه خلال سنه 2019، وهذا زياده على السكنات اللي ليست تاعها يعني نشرت، ولكن مازال باقي اشغال تاع التهيئه. وحتى التاخر اللي كان في انجاز تاع السكنات تاع ورقلا عرف نسبه معتبره، ولان كانت هناك روتار بالنسبه لبعض المؤسسات خاصه المؤسسه العموميه ايكوسيست ومؤسسات اخرى، ولكن وكان كذلك يعني الفتره اللي وصلنا فيها ما كانوش يخلصوا لي زونتربريز اللي اخرت شويه في توزيع في الانهاء من مشاريع السكنيه، ولكن هذه رجليناها اليوم في الالف ساكن عندي 600 اللي راهم واجدين في ورقلا و400 اللي رانا غير في التهيئه تاعهم. اذا سنوفي ما قلناه، ممكن ماشي بالتاريخ اللي حددناه، لان اللجنه راهي تعمل 20,000 دوموند ومقابلها 1000 سكن. وخذيت اجراءات من بين الاجراءات اللي خذيتها، لان كانت عندها ورقلة 1000 قطعه ارضيه وزدنا لهم 3000 قطعه ارضيه باش صبحت 4000. سنينا نظر للطلبات اللي كاينه على التجزئه العقاريه والطلبات على السكن الاجتماعي، اضطرينا باش نزيدوا الحصه، لهذا تاخرنا في دراسه الملفات. لان 3000 قطعه هذا قرار اخذناه منذ اسبوعين. بعد رفع التجميد عن مشروع إنجاز المستشفى الجامعة بورقلا، تنفس سكان المنطقة السعداء، خاصة وأنهم في كل مرة يجددون الدعوة إلى التكفل بقطاع الصحة. أولا، ما هي الإضافة التي سيقدمها هذا المشروع؟ ثانيا، ما هي ترتيب توفير الأطباء الأخصائيين خاصة بعد تسجيل النقص؟ شكرا. ما كملتش في ميدان السكن، لان تكلمت غير السكن الاجتماعي، لان هناك مطلب من المطالب تاع السكان وهو الاعانه للتجزئات العقاريه، وهذا مطلب رانا نشوفوه في من الكثير من اللي عندهم القطع الاراضي. كما تعرفي كانوا عندنا 17,000 وال 3000 اللي زدناهم صبحت 20,000 قطعه ارضيه، ولكن الكثير اللي ما عندوش يعني باش يبدا هذا الانجاز تاع المشروع تاعو، يعني هذا مطلب ورانا طلبناه. وحتى في الاجتماع مع الولات بالحكومه يعني تكلمنا مع وزير السكن وتكلمنا يعني وكذلك مع وزير الداخليه والجماعات المحليه والتهيئه العمرانيه اللي عاوننا كثير واللي يعطي يعني دفع قويه لولايه الجنوب، وان شاء الله هذا هو المطلب اللي راهم يطلبوا به الساكنه، ان شاء الله يجسد. اذا جسد هذا ومع القطع الاراضي اللي زدناها تكون كذا، هذه زياده على السكن الريفي. عندنا غدوه غدا رايح نشرف على عملية توزيع إعانة سكنات ريفية رؤساء البلديات، رايحين نعطي 1400 سكن ريفي اللي هذه جديدة اللي رايحين نسلمها رؤساء البلديات باش يمدوها للساكنات واللي موجودة السكان اللي موجودين بالمناطق الريفية. رايحين مديت في إطار تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية، مدينا يعني الأسبوع الماضي في توغرت، وغدوة نمدوا لي ورقلة الكبرى، ويوم السبت الحجيرة إعانات في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية وهو السكنات الريفية، زيادة على البيا على السكن السكن اللوجمون يعني لا نوفيل فورمول يعني الترقوي المدعم. عندنا 1000 سكن، عندنا 500 زيادة
اللي زادوها لنا مؤخرا، وهذه اللي تسمح لنا ان شاء الله باش نحققوا الهدف تاعنا، وهو نقص من هذيك الشغل. ما نجموش نرجليو البروبليم تاع السكن في ضربه واحده. كاين برامج اللي ما زالت مجسده، اللي ما زالت في طريق الانجاز، وان شاء الله ومع البرامج الجديده اللي ان شاء الله في اطار الاستمراريه وفي اطار العمل اللي تقوم به الحكومه، ان شاء الله يكون لنا برامج جديده اللي نوفروها لساكنات وساكني هذه الولاية العريقة. نعم. واللي تسحق الكثير والكثير، لأن كما تعرفوا منطقة الجنوب منطقة اللي تستحق كل التشجيع وتستحق الدعم، وهذا ما راه يقوم به فخامة رئيس الجمهورية، وما وراه يجسد ميدانيا نظرا لفتح مرة أخرى صندوق الجنوب. نعم. وفي هذا الإطار تم رفع التجميد على المستشفى الجامعي، واللي الدراسات راهي في طور الإنجاز، وإن شاء الله رانا في تفاوض مع مؤسسات عمومية من أجل تجسيد هذا المشروع الهام، والهام كثيرا بالنسبة لورقلة، أولا للمرضى وثانيا للطلبة تاع الطب اللي راهم في السنة الرابعة اللي يستحقوا لهذا السي اش يو، يعني هذا المستشفى الجامعي، لان يكونوا فيه اخصائيين. نعم. فيما يخص هذا، وهذا ليس مشروع وحده فقط، ولكن عندنا مشروع راه وجد 60 سرير ببلديه الحجيره، مستشفى اللي راه في طريق اللي انتهت به الاشغال وتم اكتماله، و الايتي ايكيبي يعني راه واجد، باقي برك لاريتي دو كرياسيون تاعو، ونفتحوه ان شاء الله في الاشهر المقبله، زياده على مستشفى 240 سرير اللي بيتو قرت اللي زرناه الاسبوع الماضي، واللي راه يمشي بوتيره جد حسنه، ورانا برك في ليكيبمون تاعو، وان شاء الله كذلك هذا راح يعطي دفع للمنطقه تاع تو قرت، زائد مستشفى 60 سرير بتيماسين اللي راه كذلك في نهايه الاشغال تاعو، باقي برك ليكيبمون، وان شاء الله هذا كل هذه المشاريع في الاستشفائيه رايحه تساهم بصفه فعليه في كذلك في النقطة المطلب من مطالب السكان الساكنة، هي تحسين الوضع، يعني وضع المستشفيات الموجودة وتأهيلها وإنجاز مشاريع كبرى ضخمة بضخامة هذه الولاية. نعم، النقل عصب الاقتصاد سيدي الولي، له أبعاد تنموية اقتصادية اجتماعية بعد استلام ترامواي المكسب الهام. التطلع الآن إلى مشروع السكة الحديدية، تبعتم مؤخرا عرضا لوكالة تنصريف، ماذا يضيف هذا المشروع؟ وأيضا انطلاق أشغال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين الوادي بسكرة وورقلة، سيخفف الضغط طبعا ويحسن وضعية الطرقات ويقلل من حوادث المرور التي تعرفها المنطقة. حقيقة موضوع مهم جدا، وهو السكة الحديدية، وكما تكلمتم على التراموي، التراموي اليوم احنا راه عندنا سنة من استلامه وراه يمشي على أحسن ما يرام، وفرحانين به الساكنات وساكني الولاية، وراه يعني حسن الواجهة تاع عاصمة الولاية، وخاصة أن المحافظة عليه كانت من طرف الجمعيات. الجمعيات تاع الشباب، هذه الشباب الورقلي، كي نقول الورقلي كل بلديه ورقله، لان في كل منطقه عندهم جمعيات اللي راهم يتساهموا كثير في تحسين الواجهه تاع البلديه بالتنسيق مع المنتخبين وبالتنسيق مع المسؤولين، وهنا نشكرهم، لان كان في الاسبوع الاول ولا السنه الاسبوع الثاني من الوضع حيز الخدمه التراموي، كانت بعض يعني اللي حاولوا باش يعني يخسروا بعض الاماكن وبعض تاع التراموي، ولكن الجمعيات قامت و
هي اللي صلحت ما واش تخسر. وإذا نجم نقول نشكرهم من هذا المنبر، والتراموي راه ولا وسيلة من وسائل النقل، وحتى في ميدان الشغل يعني شغلت مناصب كبيرة، وحتى اليوم نجيو نشوفوا في ساعة متأخرة من الليل شابة من شابات ورقلة تقود التراموي، وهذا يعني نجم نقول باللي يعني ناس حضاريين اللي راهم يستعملوا في هذا الوسيلة الحديثة. والقطار حقيقة هناك مشروع اللي راه في الإنجاز، واللي يربط بين توقرت وحاسم سعود مرورا بالمنطقة الصناعية الجديدة اللي فيها منطقة صناعية أيضا، وهذا راه في الإنجاز، وراه عرف أكثر من 60% من يعني التو دافونسمون تاعو نسبة الإنجاز، ولكن باقي مشروع مهيكل. وقتاش تكمل هذه الحلقة؟ الحلقة هي تربط بين الغواط وحسيم سعود، لأن هذا بين الغواط وحسيم سعود السكة الحديدية راهي دراسة، راهي وصلت نسبة كبيرة في الإنجاز. واخترنا يعني وشيلة أمنة بفضل الديمقراطية التشاركية، شاركنا فيها جمعيات وشاركنا فيها كل المختصين باش نجعلوا الممر تاع القطار اللي يربط من بين حسيم سعود والغواط مرورا بغردايه وورقلة، باش يجوز على المحطه تاع المسافرين تكون محطه متعدده الخدمات، يعني اون غار انترمودال، لان واحد كي جينا صبنا باللي ما كانتش تمر من محطه المسافرين، كان يمر من على كيلومتر. وبفضل التشارك وبفضل هذا التنسيق ما بين الجمعيات وما بين المتعاملين استطعنا باش نوصلوا هذا القطار في الدراسة مرورا بمنطقة محطة المسافرين اللي المحطة راهي منتهية منذ 2015. نعم، وصلت الفكرة سيدي الوالي. نمر إلى شق آخر لا يقل أهمية ومتمثل في عصرنة الإدارة ورقمنتها وتقريبها من المواطن، التي تعد جوهر الاهتمامات. ماذا أعطت بولاية ورقلة، وماذا بخصوص ترقية أداء أعوان الإدارة المحلية وتأهيلهم ليكونوا في خدمة المواطن، هذا المواطن الذي يطرح بعض الانشغالات المتعلقة برواسب البيروقراطية من جهة، غياب المعلومات لدى بعض الإدارات المحلية؟ ألم يحن الوقت للتكفل بترقية أداء المرافق العمومية المحلية وفي إطار الديمقراطية التشاركية أيضا المواطن حلقة أساسية في التنمية؟ تعقدون كل ثلاثاء سيدي الوالي لقاء أو استقبالا لفعالية المجتمع المدني، هل من إثراء، هل من تنسيق؟ ماذا تضيف هذه اللقاءات الأسبوعية؟ شكرا. راني نشوف وكأنك تعملي في لأني تكلمتي على كل ما نقوم به بالولاية، وأنتم على معرفة بكل ما يجري في بلدية ورقلة. لو كان قلتي لي بلي راكي بجنبي هنا نقول ما راكيش من الجزائر العاصمة، راكي بنت ورقلة. إذن فيما يخص هذا العصرنة تاع الإدارة، ننجم نقول بأن بفضل برنامج فخامة رئيس الجمهورية وبفضل المتابعة اليومية لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، هذا الموضوع أخذ قصد كبير من يعني في الافونسمون تاعو. رانا خلاص هذه انتهت الآن، الأوراق انتهت في كل في الانتخابات، في الإصدار كل البطاقات من شهادة ميلاد، من بطاقة من يعني الباسبور، من كل يعني البطاقات اللي نخرجوها، وكل يعني البيرمي كوندوير وغيرها ان شاء الله مستقبلا، يعني اصبحت يعني بطريقه عصريه. وحنا منذ في كي احتفلنا بيوم البلديه
كنا وضعنا حيز الخدمة الإدارة الجديدة لتأهيل البهو الكبير تاع بلدية ورقلة، وشفنا كيفاش يعني الناس الآن في إرياحية تستخرج في الإصدار كل البطاقات وكل العقود وغيرها بصفة يعني جيدة جدا، وفي كل البلديات وهذه حاجة يعني هائلة جدا. وما نشوفوا غير كيفاش نتواصلوا في العصرنا، كنا باش نلتقيوا مع وزير الداخلية حتى نهبطوا للجزائر ونديروا اجتماعات وغيرها. الآن أصبحنا يعني تقريبا نهبطوا مرة في العام بمناسبة الاجتماع اللي يديروه الولات بالولات الجمهورية بالحكومة، لأننا نتواصل تقريبا كل 15 يوم مع وزير الداخلية والجماعات المحلية. يعني هذه بلك دوليا قليل اللي يقوم بهذا العمل. في يوم واحد وزير الداخلية اجتمع مع رؤساء البلديات، مع كل منتخبي الولاية، مع رؤساء المجالس الشعبية الولائية، مع في يوم واحد مع الأمناء العامون للبلديات. وأصبحنا الآن حتى التعليمات راهي تمد في يعني بطريقه يعني اون ديريكت كما نقولوا احنا، وهذا بفضل التطور تاع العقلاني لكل من العمل اللي نقوم به، وهو لا فيديو كونفيرونس وغيرها من العمليات. وكل البراوات دروك يعني تقريبا رانا كلش نعملوا نبعثوه الكترونيا، يعني كل الإجابات اللي نديروها وكل التقارير اللي نديروها يعني نتعاملوا بطريقة عصرية. وإن شاء الله نزيدوا. على بالي هذا الورشة راهي مفتوحة عند وزير الداخلية، والآن أصبحنا يعني نتواصل بصفة جيدة، وكي نتواصلوا كثير حنا نكونوا في خدمة المواطنين أكثر. نعم بإذن الله. شكرا لك. بهذه كلمة ختامية باختصار سيدي الوالي. كلمة ختامية نقول لكم باللي الأسبوع الماضي وغدا إن شاء الله وزعنا وسنوزع يعني أكثر من 1085 مليار على كل البلديات فيما يخص مشاريع تنموية دو بروكسيميتي يعني جوارية، 719 مشروع. إذا 2019 الكلمة الختامية اللي نقولها لمواطنات ومواطني الولاية نقولها، وعلى بالي باللي وحنا في التلفزيون ديريكت على بالي كل الولايات راهي عندها نصيبها من هذه المشاريع، وأنا نقول باللي ولاية ورقلة في هذا الأسبوع فقط 719 مشروع جواري. ما معنى مشروع جواري؟ هو مشروع اللي يسحقه دو بروكسيميتي، اللي في خدمة المواطنين في ميدان الماء، في ميدان الصرف الصحي، في ميدان يعني الأشغال العمومية، وخاصة ترميم المدارس، لأن احنا في 2019 نتموا إن شاء الله ترميم آخر في الدخول المدرسي المقبل، نكونوا خلصنا عملية ترميم المدارس الابتدائية. نعم. إذن هذا 4000 ساكن اجتماعي، 4000 قطعة أرضية، 719 مشروع، 1085 مليار. هذه المشاريع المهمة جدا والمهيكلة من سياشو وغيرها من المشاريع. كي نقول هذه المشاريع الجوارية ما نتكلمش عن المشاريع الكبرى اللي تجسد في إطار صندوق الجنوب، ورانا نستناو المشاريع اللي ستجسد في صندوق الجنوب. ما زالت هذه الأيام نستقبلوا المشاريع اللي تجسد في هذه، في مشاريع التربية وغيرها المهيكلة. إذن الإسبوار موجود، ونحن على أبواب الانتخابات نطلب من المواطنين والمواطنات تاع الولاية اللي راهم متحزمين باش نمشوا بقوة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسنا إن شاء الله. نعم. وإن شاء الله في إطار الاستمرارية إن شاء الله نقوم بكل
المتطلبات تاع السكان اللي مازالت في الصرف الصحي، مازالت في الاعانات تاع، مازالت في برنامج سكني كبير وغيرها. اون دون ليسبوار نعطيو شكرا سيدي الوالي والي ولاية ورقلة السيد عبد القادر الجلاوي الذي كان معنا مباشرة من محطة ورقلة الجهوية. شكرا جزيلا سيدي الوالي على المشاركة معنا في البرنامج، على كل هذه التوضيحات والإثراء. موفقين في مهامكم بإذن الله. شكرا مرة أخرى على المشاركة معنا.